المكتب التنفيذي لحزب الوفد حينما اتخذ قراره اليوم بالانسحاب من الانتخابات كان يعني هذا موقفا صحيحا وسليما، ولم يكن هناك بديل آخر، لأنه ما جرى في هذه الانتخابات بكل المعايير وبكل المقاييس لا تنتمي إلى فئة الانتخابات الديمقراطية الشفافة النزيهة التي وعدنا بها. الشعب كان يتطلع إلى انتخابات فعلا تكون نقطة فاصلة في تاريخ التطور الديمقراطي في البلد، وكان هذا ممكنا، ولكن فوجئنا وفوجئ حزب الوفد على سبيل التحديد بكم هائل من المخالفات والسلبيات والممارسات غير القانونية التي يعني شهدنا أدلة لها على بعض الأحكام التي صدرت من المحكمة الإدارية العليا أو محكمة القضاء الإداري بإبطال بعض الانتخابات في دوائر أو وقف إعلان النتائج في دوائر أخرى. فإذا الوفد حينما أثار هذه القضية لم يكن ينطلق من فراغ، ولم يكن يتحدث عن أمور أو مسائل يمكن أن تكون محل جدل أو محل نقاش. هي مثبتة، هي أمر واقع شهده الجميع في مختلف الدوائر التي خاض فيها مرشح حزب الوفد هذه الانتخابات. فكان لابد على الوفد أن يقف موقفا يعبر فيه عن ثوابته وقيمه. نحن لم نكن نسعى من خلال هذه الانتخابات إلى مكاسب شخصية لمرشحينا، ولم يكن أحد يستهدف يعني لا بطولة ولا مغنم شخصي، ولكن كنا نعمل على تحقيق رسالة للوفد بدأت من 1919 في سبيل هذا الوطن. الوفد يعمل من أجل استقلال الوطن وسيادته، الوفد يعمل من أجل العدالة الاجتماعية، الوفد يعمل من أجل حقوق المواطنة والوحدة الوطنية، الوفد يعمل من أجل فقراء مصر ومن أجل الشعب المصري بجميع فئاته من خلال إعمال القانون وسيادة القانون والدفاع دائما عن حق المصريين في اختيار من يمثلهم. هذا الحق اعتدي عليه اعتداء غير يعني مسبوق في هذه الانتخابات، الأمر الذي لم يكن أمام المكتب السياسي للحزب الوفد إلا أن يتخذ هذا القرار. كل المناقشات والمداولات التي تمت كانت في النهاية تصطدم بواقع أن أي قرار مخالف إنما يعتبر نقص من الوفد عن ثوابته وقيمه ورجوع عن وعوده وعهوده ومواثيقه مع الشعب المصري من أيام سعد زغلول حتى ومن الآن. فالقرار كان قرارا صائبا في توقيته، خاصة وأن الوفد على لسان رئيسه في فترة سابقة حينما عملنا قرار الجمعية العمومية أو الهيئة الوفدية بالمشاركة في الانتخابات، وكما يعلم الجميع كان الفارق بين الموافقين على المشاركة والمعترضين على المشاركة كان فارق بسيط، ولكننا يعني انحنينا لقرار الهيئة الوفدية وأعلن الوفد دخول هذه الانتخابات والمشاركة فيها. ولكن كانت لكن دي مهمة جدا، أن في جميع المناسبات التي تحدث فيها الدكتور سيد البدوي قال لو حدث تزوير فإن الوفد سوف ينسحب من هذه الانتخابات.